قولي لي انت شبح، انت شبه ها وايد في شبه النفس ابوك، احترم الرجال ولا بلعن خيرك. اوكي، لا الشخص لا اللي انت شيء كتبت بيهزر اثنين، لا شيء مو بيهزر بحلو، مو بحلو، عادي عادي لا مو بحلو، ما ارضى عليك، بجد انت يعني نقل بريئة. شو اه يعني مداهم جنس؟ لا لا تقوليها لا تقوليها لا تقول الله يخرب بيت ابوك يعني مش مهم اشرح لك تشرح لي اليوم؟ في الخاص في الخاص ما ينفعش هنا لا لا نحن ما نتكلم خلاص. اوكي قلبي قلبي شكرا على الكيف شو يعني اوكي شوفوا قلبي اكيد يا شوفوا طبعا انا وايد متوترة، احس اول قصد يوم داهم، انا وايد متوترة. ليش؟ اوكي، الصلاة عليها بس هيبة اول قصد بيني وبينك الصلاة عليها هيبة والله بس أنا مشغل مروحة يا جدعان أخد برد ايوه عادي جماعة، انا ود حساسة واضح، احس اول قصد بيني وبين المدعم. بسم الله شوفوا شيل النظارة عشان اكلمك. اوكي يلا اوكي شوف ركز معي. اوكي بسم الله شوفوا مالها دي اوكي شوفوا مداهم. اوكي انا اخاف ان اكلم واتوتر، احس متوترة، ما وش مش في فاهم انا متوترة ما ادري ليش في شيء ابغى اقول. تعسير الورد، لا مو بأول مرة مداهم يجيب لي شيء. بسم الله تشوفوا أنا غلا قولي مداهم. غلا قولي 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 خدي نفس عميق اكتبي شوية قولي شوفوا بسم الله شوفوا مداهم نفس سؤالتي. أوكي فمن اليوم بسم الله اليوم هو جت في حياتي، انا اكتئابي اللي كان فيني راحت. اوكي فبعد انا لا امي بعد ايه امي تشوف بطل مداهم. اوكي وايد تحب مداهم، وانا شخص اللي ماما تحبه على راسي على عيني. اوكي طبعا ما شيء بيني وبين مداهم، بس حبيت اقول قدام الناس يعني بالبث، لو ما فهمت شو لو تبون ترجمة انت ترجم من كلامي. اوكي من اليوم اللي هو جت في حياتي، اوكي صدق حرفيا حرفيا حياتي وايد غيرت، يعني صدق اللي غيرت لأحلى، انت وميت وهو جت، بس ما شي بيني وبينه ابدا. بس تخيلوا اللي تخيلوا اللي هو وايد غيرت حياتي، ثواني بس وانا في كل شيء هو انت وهو ما خدتش بالك من هي بتقول ما فيش حاجة بينه وبينه مبروك ايه اسمع ركز في الكلام ركز في الكلام اه يمكن كملي في آخر أقول له وهم يقولون مبروك وش فيك. شوفوا كل مداهم شخص وحيد اللي أنا وايد أبا فيه، أنتم تعرفون، وتكون آخر شخص اللي أنا أبا فيه بعد. أوكي وصدق هو فرحتني أنا، وأنا اكتشفت اللي ماما تشوف بطل المداهم، تخيلوا. وحبيت أقولكم اللي في كل شيء اللي مداهم تسوي أنا جنبه وبظهره أصيل أصيل كل شيء، ما أدري الشيء اللي أبغى أقول ولا أبغى أسوي غلط ولا صح، أنا أصلا ما أعرف. أوكي بس ما صح ولا غلط، بس الشيء اللي أنا أحس حاليا أقدر أقول لمداهم وأراوي المداهم اللي صدق أنا وياك في كل شيء. أوكي وجنبه مو بس أنا، وايد الناس، كل الجيش 777 والشيء اللي هو سويت أنا بعد بسوي، بس مو بالقدام الكاميرا.
وهالشي اللي بس حبيت أقول، فهمتوا؟ فهمتوا؟ واحد بس بيقول الموت. الحمد لله ما فهمناش أي حاجة. انت بقى ما فهمت، واضح. ما فهمت لاني انا ما ادري شو اقول، بس في ناس القليلين نفس ماما كاتب اللي فوق اللي فهمت كلامي، أشرح بس أنا، انتو أشرح أنا. ايوه اشرح. أقول كله يا شباب، هو اللي كانت عايزة توصله غلا، لأن هي كلمتني النهاردة، اتصلت بيا فهمتني. غلا الله يشفي أمها، مريضة سرطان منذ شبابها، يعني أمها وهي شابة كانت مريضة سرطان. فأنا لما حصل امبارح اللي حصل في اللايف، أمها كانت في اللايف، فأمها فضلت تبكي، وغلا نزلت النهاردة الصبح. يا عم خلاص يا عم، وأمها نزلت الصبح، غلا نزلت الصبح شافت أمها، فأمها كانت بتبكي، فغلا كمان بكت معاها على الفيديو اللي شافوه. تمام، بس هي دي كل الفكرة، واشفوا المرضان ومرضى المسلمين، وبس هو كده الموضوع. فغلا يعني، بس مش عارف أقوله بصراحة، ربنا يشفي كل مريض. والمرض ده حاجة عادية يعني، أسلوب حياة حبيبي يا كيم، فوارد ان هو اي حد فينا يمرض، اي حد فينا. طب ما انا جالي 5 ايام الفيروس، انا في يوم منهم اللي انا ما فتحتش فيه، اقسم بالله اقسم بالله كنت بتشاهد. خلاص دي سكرات موت، ده مش مرض، ده مش مرض، دي سكرات موت. فانا كنت بتشاهد وانا نايم، فعادي يعني. المرض مش هيقفل لنا حياتنا، عادي. في ناس جالها امراض كتير وحشة وفاقت منه بقت زي الفل، فعادي يعني، اللي هو عيش حياتك. اللي شو اسمه الشيء اللي انا كنت اقوم اخاف منه، اللي انا بعد اسوي نفس الشيء. اوكي، بس المداهم دوم نفس كل مرة تخليني يعني اسوي اشياء اللي اصلا يعني اخاف اسويها. والحين طبعا ما هو بالبث، اوكي، وادري لا البث لا كان لا بس لا لا يا غلا، دقيقة. لا يا غلا، لا لا انت وايد شو اسمه، انا قصيت شعري خلاص، ليش؟ قصيت شعري وانت كنت والله لا لا بس لا يا يعني ما بنتي، تعرويكم. ايه الخيابة دي؟ حول الله. مداهم بعدك بتحبني، بتحبني وانا شعري قصير. ايه يا بنت الهبل ده؟ على فكرة فال مش حلو، احنا كرجالة عادي نقص شعرنا عادي، بالنسبة لنا الموضوع ايه اللي دي فيه؟ انا قصيت شعري، انا شعري وايد يعني ما يستوي، ما ادري اقول ولا لا، بس انا شعري طويل وكنت اخاف اني اقصه فال مش حلو وقصيته. على فكرة. ما تعرفون لكل شخص اللي بالبث، اوكي. كل حد، كل شيء هني، اوكي. كل شيء هني. انا كل البنات تفكرون اللي شو اسمه اللي بنت بدون شعر ولا اي شيء مو بحلو، بس انا كنت احب شعري وايد، بس الحين قصيته. فاكيد ليه يعني بقى؟ عشان امي اللي مو كل شيء شعر، انزين مو كل شيء شعر اصلا، وجمال البنت مو بشعره، واي حد هني انزين عنده نفس المرض ابدا ما يهمج، لان كل شيء هني. شوف الحين مداهم قصيت شعره هو بعد جميل عشان قلبه. انا قصيت شيء اللي وايد كنت احبه، ما يستوي اراويكم لاني متحجبه، بس عادي عادي.
هو حوار عادي اسمع مرة تعرفون، حبيبي يا سمير. وما راح اصلا اندم لاني كشف قلبي، مو بعش اسمه لا عادي، بس هو ال مو برا. ملهاش لازمة بصراحة. عدي اكبر، ايوه عدي اكبر، عدي مو بشيء. اكبر عادي اكبر. عشان انت بعدك شو اسمه، انت بعدك تحبني وانا شعر قصير. ايه طبعا قلبك ابيض انت يا قلب. جماعة ما شيء بيني وبين المداهم أصلا صار. تعال خش خش جولة، خش جولة عشان أجلدك. فكونا من المواضيع دي. الشعر لو كان عزيز ما كانش طلع له بزبيز، كان بيطلع تحت الجلد. أنت آخر مرة تقول شعر. والله الشعر ولا لأي لازمة. حكم. ما لا انا مش هقول المثل الاساسي يعني، انا مصدع مصدع من امبارح قسما بالله، وعيني دي وجعتني من كتر الصداع، عيني الشمال. أنا لو شفتوا راس طالع من الإمارات، راسي أنا منفخر عشان ده مو متفخر. بحلو مثل. شوفي 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 التكبيس بيزيد ازاي. شباب كله كبس على الصلعة، التكبيس على الصلعة. يلا شوفي أنا ما يستوي أراويكم. تكبيس على الصلعة. شوفي شوفي التكبيس، شوفي التكبيس كله أنا كبس ما على يستوي أراوي الصلعة. بس بعتها ايه التكبيس على الصلعة. بشبه امبابي. حلو. ولا ابتدى منسق كلا. إذا كان عزيز ما كان نبت في طيب قلب، مو فهمت شو. لا 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 تفهمي، لا تفهمي. الله يقلع وجه امك يا شيخ. حتى النظارة رجع. أنا أخاف ماما بيرسل مسج، ما أدري ليش. اعطيني رقم ماما. كبس وكبس. يلا ورد. الله يقلع وجهك انت برق العيون يا اخي، هذا حق بنات. على السف ما وتهني. كانش طالع لما عيز، شين معيز، شين معيز. مالكيش دعوة بالكومنتات عشان دي امثال مصرية انت مش هتفهميها، هتجيبي بيها العيد، فما تمشيش ورا كده من الكومنتات. لا أصلا ما كانش طالع في طيرة، شو طيرة؟ يا أخي الطير بعرف يا أخي. الطير الطير اللي هو بيطير يعني، بيتقص من الطير عادي. و صدق سمير الحين قال جايب اقنع. ابو سمره. شوفوا الرجال اللي يحبك، اي حد ما قصير مداهم، رجال اللي يحبك بيحبك بدون شعر بعد. ما انا بقول لك هو الشعر والله انا لو مش عارف ان انا هيجي لي صداع يعني كنت شلتها، بس المشكله عشان مشغل مروحه جنبي عشان الدخان بتاع السجاير. لا انا بنت، انت ولد، لاني قولي له اوكي خلاص يا جماعة، خلاص خلاص، احس لها ايوه اسمع اوف قلب جسو. اقول لك نكته. جوي. مره واحد كان متجوز واحده شبه غلا كده، كان سواق تاكس و ما لا شافه شافه. المهم كان في واحد متجوز واحده شبه غلا كده، انتوا فاهمين، كان سواق تاكس. المهم راح واحد ناسي معاه شنطة في التاكس فيها 100,000 جنيه، فايه الرزق ده؟ فراح جاي راح لمراته قال لها ايه، انا لقيت شنطة فيها 100,000 جنيه. مراته طبت ساكتة، جالها سكتة قلبية ماتت. راح جاي قال يا رب لما تبعت الخير تبعته كله مرة واحدة.
انا ما افهم عربي جماعه، انا عربي مكسر. ايوه عربي مكنس. انا ما افهم عربي. شو انت؟ شو انت؟ كيف؟ قلبي. اي والله الحمد لله مكسر جماعه، اي شيء استوى اقدر اقول. انا عربي عندي مكسر، انت اللي بتاكل انواع العدس مو بانا. قلبي كيف رزق ورزق عيالي. يا الله شو انا اموت؟ تبين يا اموت؟ لا 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 خليه. انت قلت انا اموت؟ لا لا ما لك حصلش. يخصك يا اخي. هدول لا لا هدول عيال ولاد حرام، يبون فتن يبون فتن. انا قلت عربي عندي مكسر بس مو لهالدرجة. لا 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 هدول عيال فتن فتن فتن. لا انت قلت انا اموت. تبيني ايش؟ اموت؟ انا اموت؟ لا لا انا لا لا اموت اموتك. لا انا ما راح اخليك العمر كله ليك يا شيخ. يا شيخة، شيخ مداهم انا شيخ. اه دي حقيقة. في برنامج ايوه البرامج ايه اللي انت علمتني، ايش البرامج اللي انت علمتني، انا علمتك ايه؟ فيسبوك. ايوه ليش ليش خفت؟ فيسبوك. علمتني ليش خفت؟ لا ما خفت يا. ليش انا خفت؟ مشغل الفيسبوك دلوقتي اهو. ليش خفت؟ جماعة شفت شيخ القبيلة الحكم الاول وش؟ تروحي انت تروشي، أي الحكم الثاني بيضة، الحكم الثالث حبتين بصل بتشوفي منو دق الباب سمير وأنا موجود؟ البرنس كيمو برق العين برق العيون محمد جسوم يا قلبي ملوك الجدعنة سماح أمير محمد يخرب بيتك على الصورة. ايش منو دول؟ دق الباب وانت وانا موجود هني؟ مين دق الباب؟ ايه امي خلاص فوق ما الحكم الثالث تاكلي سندوتش ثلج. ساندويش ثلج. اه وايش ساندويش ثلج؟ تجيبي ما عندكم مكعبات؟ اكل ثلج. اي سندوتش عاد عيش بثلج. احط ثلج على خبز. ايوه يو بحط صب باكل ثلج بس. ها امي لانا كاتبه لي فوق انا بعد شيء. يا صقر اصبر. الله يقلع وجهك. خلص يا اخي خلص. خلي اكتب لماما شاس. بسم الله وش بتا؟ اوكي بسلج ويا خبز. انت كليت؟ ودهم نحن فقير. تحسي ودهم بشعور انا ما الناس بعيش. الغلابة. حرام يجيب لها التهاب بحلق. انا عادي، انا لو فزت بخليه يجيب التهاب. ما ادري شوفوا وين. النوايا شوفوا النوايا. خلاص هاتي ثلج كلي مكعبين ثلج. اوكي الحين يجيب لي. مين ده اللي هيجيب لك؟ انت تمام؟ انت شكلك تحب خدماتنا، ما تستاهلني انا. اخرتك صار خدماتنا. التهاب التهاب عادي جماعة. هي التهاب في عربية؟ لا البواسير. انا كل تصرفاتي بس بليز. لا الحين بتجيبولي. خلاص يقولوا لي سامحها سامحتك. اوكي باي. آه! وش فيك؟ يا اخي اصبر. يا الله يقلع وجهك يا شيخ اصبر. كتب له لو فزتي خليه ياكل خبز بملح كثير. لا لا خلاص يلا انقلع. لا لا بدي اقول لك بس نجيب منه. تعالى